على اخر الدنيا بحالها لسه بجر على باب ليها ايه؟ يا منى صباح الفل عامل ايه؟ ده الفيديو اللي انتشر النهارده. مش بس كده، البنت ظهرت وقالت انها ما خدتش حاجه من السيسي. الو 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 السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا منى عامله ايه؟ الحمد لله. احنا اتقابلنا بالصدفه، عرفينا ايه اللي حصل بقى بخصوص الشقه؟ الشقه لسه ما جاتش حاجه. ايه؟ ما جاتش حاجه لسه. لسه ما خدتش شقه؟ لا. ولا حد وعدك بيها خلال الايام ولا حاجه؟ لا لسه ما جاتش. امال ايه اللي طرق بقى على حياتك؟ العربية استلمتيها؟ لا لسه. طب والعمرة؟ العمرة انا كده كده بعت البزبنات وكله. بعت ايه؟ البزبنات. الورق بتاعك. وان شاء الله تروح قريب باذن الله. طب مش عايزة توصلي رسالة لحد؟ ولا عايزة تشكري الرئيس؟ الرئيس ربنا يخليهولنا ان شاء الله. ماشي يا ست منى. ايوه ماما. مش انا يا باشا. واضح ان الازمة بسبب الدعوة اللي ما خلتهاش لحد دلوقتي تاخد حقها اللي اتوعدت بيه، على الاقل يا سيدي مقابل التصوير، مقابل اللقطة زي ما انتم متعودين. واضح المشكلة انها قالت له ربنا يديك على قد نيتك. كان لازم يعني تاخدي من نيته؟ كان لازم. عايزة تقولي لي ايه تاني؟ عايزة اقول لك انا سعيدة ان انا شفتك وفرحانة ان انا شفتك بخير وسلامة. ربنا يبارك فيك ويديك الصحة والعافية. اللهم امين يا رب العالمين. يخليلك عيلة. اللهم امين يا رب العالمين. ويديك على قد نيتك. لا يديني من فضله أحسن. يديك من فضله ويديك على قد نيتك. لا يديني من فضله أحسن. ربنا يديك من فضله على قد نيتك. ويديك من فضله. من فضله. أصل النية مش قد فضل ربنا. يديك على قد ما أنت عايزه. أنت عايزه. ربنا يديك الصحة. برضو تاني. برضو تاني. ست منى نفسها انها تعيش عيشة كريمة. ده ابسط حقوقها مش منا من حد يعني. خدتوها عملتوا لقطة وبتاع. وطبعا يعني اذا كان هشام طلع نفى القصة، طبيعي ان منى ممكن بكرة يدوها الشقة ويبقى احنا الحمد لله سبب ان هو تاخد الشقة. الحمد لله ده حاجة ما نكرهاش يعني. وسواء طلعت شتمت او بتاع هي لله، والجيش الالكتروني يخليها تطلع تشتم فينا او غيره مش هتفرق كتير. المهم ان المصلحه تقضى. ربنا يوفقها هي وغيرها. كل الست دي حقها ان هي تحصل على ابسط حقوقها. وانتوا وعدتوها ورسمتوا عليها ومثلتوا بيها. احنا عايزين حقها يوصل لها وده يكفينا. اقل حقوقها من البلد دي.